السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من جرائد نستهلها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا، رضوان الزياتي كتب فيشة، الرماحي وكولومبيا ومونديال قطر 2022، خالد السعدي كتب في الشرق، دور الأبطال كمان وكمان، في الوطن خليفة خميس، نقاط الشباب مجرد بداية وهدفنا اللقب، في الرايع الشيخ حمد بن محمد، نسعى لتحسين صورتنا، نيمار قادرون على حط نقاط الاستقلال وفوز في ضربة البداية. عربيا، طلال الغامدي كتب في اليوم، السعودية، الهلال والعين لقاء تأكيد الزعامة، في البيان الإماراتية، السركال 5 متنافسين في الأسيوي يتطلب مضاعفة الجهد، في الرأي الأردنية، الأمير علي يدعو اتحادات غرب آسيا للاجتماع للتوافق على مرشح عربي، في السفير اللبنانية، إيقاف 24 لاعبا وإداريين ثبت تورطهم بالرشاوة، في السفير اللبنانية، طرابلسيون يقطعون طريق الزاهرية احتجاجا على إيقاف العلي وديوب، في الشروق المصرية، برادلي للحضري اتعلم من أوليفر كان. محمد البادع كتب في الاتحاد الإماراتية، ذهب الخليج. عالميا، في آس الإسبانية، رونالدو لا أعلم سر تألقنا الدائم في الكامب نو وثقتنا كبيرة قبل موقعة الأولد ترافورد، في موندو ديبورتيفو الإسبانية، تشافي يجب أن نستفيق سريعا وإلا فالعواقب وخيمة، في ماركا الإسبانية، فاران يهدي الهدف والأداء الأنيق لمورينيو. ألفريدو ريلانو كتب في آس الإسبانية، ميسي نسي مصباح علاء الدين في غرفة تبديل الملابس، في فقرة غريب عجيب، امرأة يتجاوز وزنها 134 كيلوغراما فشلت في الحصول على وظيفة بسبب السمنة. إذن دوري أبطال آسيا انطلق بنسخته الجديدة وسط آمال كبيرة بأن تستعيد الأندية العربية حضورها وتتوج باللقب. قطريا، بداية جيدة للإخوة على حساب الشباب الإماراتي في الدوحة، وخسارة خارج الحدود للجيش القطري أمام الشباب السعودي في الرياض. اليوم يترقب الجميع قمة الزعيمين العين الإماراتي والهلال السعودي في المجموعة الرابعة، التي ستشهد اليوم أيضا مواجهة لا تقل سخونة بين الريان القطري واستقلال الإيراني. أما الغرافة فسيحل ضيفا على الأهلي السعودي في المجموعة الثالثة، التي تشهد أيضا لقاء بين السبهان الإيراني والنصر الإماراتي. قاريا أيضا، انتخابات الاتحاد الآسيوي تزداد سخونة، والأمير علي بن الحسين يوجه الدعوة إلى اتحادات غرب آسيا لاجتماع وصفه بالهام. أما عالميا، ريال مدريد يتوهج ويتألق في الكامب نو، ويعبر برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا. الكاتب في جريدة الشرق رضوان الزياتي أشاد بالمقال الرائع للرائع الإعلامي الكبير سعد الرماحي الذي نشرته جريدة الشرق بالأمس. الزياتي تناول المقال بالتحليل، مشيرا إلى أن الكاتب الكبير ربط بين ظروف مونديال المكسيك 1986 ومونديال قطر 2022 برغم المسافة الزمنية الكبيرة بينهما والتحديات التي واجهت كل منهما، مشيرا إلى أن المكسيك قهرت أحزانها على ضحايا الزلزال الذي سبق البطولة ونظمت واحدا من أفضل المونديالات. قطر الدولة الصغيرة في المساحة وعدد السكان، الكبيرة في أهدافها وطموحاتها، تتحدى الجميع من أجل أن تنظم مونديالا أسطوريا سيكون فخرا لقطر ولكل العالم العربي. برغم حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومؤامرات المتآمرين في أوروبا خاصة إنجلترا، إنه مقال مميز واستثنائي بقلم إعلامي رائع، أعاد لنا ذكريات مجلة الصقر التي كانت واحدة من أشهر المجلات الرياضية في عالمنا العربي في الثمانينيات، والتي شكلت وجداننا الرياضي والإعلامي وتعلمنا منها الكثير.
وكانت علامة من علامات نهضة الإعلام الرياضي، لتأتي بعدها الجزيرة والجزيرة الرياضية ثم قناة الدوري والكأس لتؤكد قطر تميزها وقدرتها على مناطحة الكبار في كل المجالات. إلى دوري أبطال آسيا، البطولة انطلقت بالأمس وشهدت فوز الإخوة على الشباب الإماراتي بالدوحة بهدفين مقابل هدف في الدوحة، فيما خسر الجيش بهدفين دون رد أمام الشباب السعودي على ملعب الفاز. الكاتب في جريدة الشرق خالد السعدي أبدأ تفاؤله بظهور مميز الفرق القطرية في النسخة الأسيوية الجديدة. السعدي قال: ننظر بعين التفاؤل والأمل بأن نشاهد من بين الأربعة هذا الموسم من يستطيع تكرار إنجاز السد عندما توج بلقب الأبطال قبل موسمين وعندما تربع على عرش القارة الآسيوية بإنجازه الفريد. لدي إحساس قوي بأن المشاركة هذا الموسم ستكون غير، وأن الصورة ستكون مغايرة لمشاركة الموسم الماضي. لدي شعور بأن من بين الفرسان الأربعة من سيصل بعيدا في البطولة هذا الموسم، وهو إحساس قوي بأن هناك من سيعوض ما بدر من تقصير في الموسم الماضي. شعور قوي ينتابني بأن المشاركة ستتعدى الدور الأول وستذهب لأبعد من ذلك، وهو ليس مجرد حديث تشجيعي بقدر ما هو تفاؤل منطقي لما قدمته هذه الفرق من مستوى في مسابقة النجوم هذا الموسم. ولكن اسمحوا لي أن أستثني الغرافة فقط، لأن مستواه مؤخرا وعروضه كانت هزيلة ولا تتناسب وسمعة الفهود. نبقى في دوري أبطال آسيا، وفوز الإخوة الذي استهل مشواره الآسيوي وحول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف بتوقيع سبيستيان سوريا ويوسف المساكني في مباراة أهدر فيها الفائز العديد من الفرص الضائعة. خليفة خميس المشرف العام على فريق الكرة بنادي الإخوة أشاد بالفوز، مؤكدا أنه سيكون الدافع عن الفريق لمواصلة المشوار الآسيوي بقوة. الروح القتالية كانت هي سبب التفوق، مع الإصرار الواضح وعزيمة اللاعبين من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تكون بمثابة انطلاقة قوية في بداية المشوار الآسيوي. الفوز دافع معنوي قوي لنا وبداية جميلة جدا في دوري أبطال آسيا التي تعد أحد أهدافنا الرئيسية هذا الموسم، وأن نستمر أيضا في استراتيجيتنا بأن نصبح أحد أفضل الفرق في آسيا بالكامل. وعن مستوى فريق الشباب، كشف أبو خميس أنه فريق جيد ويلعب كرة متطورة جدا وسيكون أحد المنافسين الأقوياء.